السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ولا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، ما تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل فيديو جديد وكل خبر جديد. الفنانة المغربية سحر الصديقي تعلن انفصالها بشكل رسمي مع المخرج المغربي المعروف منصف مازي بعد علاقة زواج دامت لمدة سنوات وتكللت بإنجاب مولودة تدعى رزان. فخليكم معايا اخوتي باش تشوفوا شنو نزلات الفنانة المغربية سحر الصديقي على الحساب ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر طلاقها. الفنانة سحر الصديقي نزلت ستوري على الحساب ديالها اللي كتقول فيه: أصدقائي، غبت بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي هاد الأيام بسبب المرض، ومن بعد المرض عانيت من الناحية العاطفية. للأسف بغيت نعلمكم أنا في منتصف طلاقي وفي نهاية أعصابي، وما غنهدرش على علاقتي علنا، وما غنقدرش نقول الأسباب. سأقول فقط أن اللاعب لا يغادر الملعب دون الحصول على البطاقة الصفراء ثم البطاقة الحمراء، والله هو الوحيد الشاهد على داكشي اللي تحملت في صمت. حسيت انني خصني نقول هادشي باش نحس بالتحرر من اللعب، وشكرا لكم جميعا لدعمكم. فكان هذا هو ستوري اللي نزلت الفنانه سحر الصديقي على الحساب ديالها. فدعواتكم معاهم اخوتي، الله يجمع شملهم والله يصلح بيناتهم غير على قبل ديك البنيه. شكرا لكم اخوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.